أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى حلقة جديدة من فضاء حر، والتي نناقش فيها مستقبل مهمة التحالف العربي في اليمن، وبأي اتجاه تمضي هذه المهمة بعد أكثر من عامين من بدئها. في العام الثالث للحرب والتدخل العربي في البلد، يتساءل اليمنيون ما الذي حققه هذا التدخل حتى الآن، وإلى أين يمضي بنا التحالف؟ هذه التساؤلات ليست وليدة اللحظة، بل تمتد إلى ما بعد فترة قصيرة من التدخل العربي، إلا أن ما حدث خلال الأسابيع الماضية دفع هذه التساؤلات إلى الواجهة مانحا إياها مبررات أقوى. على المسار العسكري تبدو مسيرة التقدم وقد توقفت على تخوم العاصمة صنعاء منذ أكثر من عام ونصف، وكأن هناك إرادة مانعة تقف وراء تلك المراوحة وتمنع استكمال إخراج الميليشيا من عاصمة اليمنيين ومركز دولتهم. ترافق ذلك مع ما يمكن تسميته الحالة التعزية، وهي الحالة التي تشير بوضوح إلى أين يمكن أن تذهب أخطاء التقديرات والحسابات السياسية، مع إبقاء تعز تحت الضرب من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوع لأكثر من عامين، مع رفض التحالف تقديم الدعم اللازم للمقاومة هناك بحجة أن طرف سياسي لا يحبذونه هو المكون الأقوى في تلك المقاومة. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل سعى التحالف إلى دعم جماعات يمكن أن تتسبب بمشكلة كبرى داخل المدينة، علاقاتها المشبوهة مع جماعات متطرفة على النحو الذي حدث في عدن من قبل. في الأخير تم إيقاف العملية العسكرية التي استهدفت تحرير الساحل الغربي، ولم يعد أحدا يتحدث عن شيء من ذلك القبيل. وكل هذا يعني أن المسار العسكري قد توقف، أو أنه لن يصل إلى أي مكان، بل يسير إلى طريق الاستنزاف لجميع القوى وبلا هدف. على المسار السياسي لم يستطع التحالف تقديم النموذج المفترض من خلال دعم الحكومة الشرعية وأجهزتها لاستعادة الحياة في المناطق المحررة. أكثر من ذلك، لا تزال السلطة الشرعية خارج اليمن، لأنها ممنوعة من العودة إلى البلد بأمر من إحدى دولتين تقودان التحالف. ووصل الأمر إلى حد تهديد السلطة الشرعية واتهامها بالإرهاب في مشهد مثير للاستغراب والسخرية معا. وأخيرا انتقل الأمر إلى داخل بيت التحالف ذاته، فمع الأزمة التي نشبت بين العواصم الخليجية وجرى فيها إخراج قطر من التحالف العربي واتهامها بدعم ميليشيا الحوثي وجماعات إرهابية، يطرح تساؤل بشكل أكبر: ما الذي بقى للتحالف في اليمن، وكيف يمكن أن تلقي هذه المستجدات بظلالها على الملف اليمني؟ هذه الأسئلة وغيرها سنناقشها في هذه الحلقة مع ضيفينا من المملكة المتحدة البروفيسور أحمد الدبعي، ومن القاهرة الصحفي والمحلل السياسي عبد الله إسماعيل. ورحب بكما ضيفي الكريمين، وأبدأ معكما بالسؤال المشترك. ونحن في العام الثالث للحرب، هل يمكن القول أن التحالف العربي ظل طريقه في اليمن؟ والبداية معك أستاذ عبد الله إسماعيل. يعني مع احترامي لكل ما يعني أوردته في المقدمة، القضية لا تنظر بهذا الشكل على الإطلاق. المفترض أن ننظر إلى ما كانت ستؤول إليه الأمور والمسارات في اليمن، ثم نتحدث عن ماذا تحقق وما هو الذي صار في اليمن. كنا أمام انقلاب مكتمل الأركان، رئيس حكومة أو رئيس جمهورية حوصر وضرب في قصره الرئاسي، اضطر للخروج إلى خارج اليمن، ميليشيات انقلابية تحالفت مع الفساد ومع المخلوع لتستولي على كل اليمن وكل مقدراته. وكان الوضع القائم أنه لن يمر أكثر من شهور حتى تستطيع هذه القوى الغاشمة أن تتحكم في كل اليمن، وأن تعلن حكمها وسيطرتها الكاملة على مقدرات الشعب وعلى أراضي اليمن، وبالتالي لن يكون هنالك أي صوت آخر مختلف في هذه البقعة من الأرض. ما هذه هي المآلات التي كانت ستكون، والتي كان سيقف أمامها اليمنيون يعني موقف الغير قادر على تغيير المعادلة ربما لعشرات السنين. ما حدث أن هنالك تدخل عربي أوقف هذا الاجتياح الكامل، حقق خلال سنتين إلى ثلاث سنوات انتصارات كبيرة، طبعا بمعية وبدعم كامل من المواطنين اليمنيين الذين بالفعل هم واجهوا هذه العصابة، لكنهم كانت قدراتهم أقل من أن يستطيعوا يعني ردعها وأن تصل إلى قراهم.
كان هنالك دعم كبير من قوات التحالف العربي ومن دول التحالف العربي، وتغيرت المعادلة بشكل كبير. يعني نحن في أول ما الذي تغير في المعادلة أستاذ عبد الله؟ تغيرت كثير. أنا كنت أقول أنه في أول مشاورات كنا ذهبنا فيها إلى بيين في سويسرا، وكان الوفد الانقلابيين يتحدث أنه يسيطر على 80% من الأرض، وأن الرئيس ولا وزير ولا رئيس وزراء، وأن ليس هنالك بقعة أصلا على الأرض خارج سيطرته. وبالتالي كان يتحدث بأنه اذهبوا يعني تعالوا لنتحدث على هذا الأساس. بعدها بعام واحد فقط كانت الحكومة موجودة، الآن الحكومة موجودة ولم يمنعها أحد من العودة، وهذا غير ما ذكرت في مقدمتك. رئيس الوزراء موجود، المحافظ عدن موجود، المأرب تعمل بكل إمكانياتها، رئاسة الأركان إلى آخره. أكيد هنالك إشكالات، لكن هذا لا يعني أبدا على الإطلاق أن نقول أنه لم يتحقق شيء بالتدخل العربي في اليمن. نعم، أتحول بالسؤال نفسه إلى الدكتور أحمد الدبعي. يعني كنا نتحدث عن تساؤل كثير من اليمنيين حول التحالف العربي وما الذي تبقى له من مهمة في اليمن، وهل ظل طريقه في اليمن يعني حيث جاء لهدف ما والآن انحرف باتجاه أهداف أخرى؟ بداية شكرا على إتاحة الفرصة، سلامي للمشاهدين جميعا خاصة في الجمهورية اليمنية. بالنسبة للتحالف، منذ انطلاقة عاصفة الحزم في 25 مارس في 2015 تابعنا هذا التحالف وأدائه بشكل دقيق، بشكل حديث ودقيق، ووجدنا أن للتحالف بدايات كانت إلى حد ما مشرفة، لكن الآن أعتقد أن التحالف ظل طريقه في اليمن. أنا أحمل التحالف فشلا ذريعا في اليمن. التحالف تم استدعاؤه اصلا لاعاده الرئيس هادي الى السلطه، ولكن هذه السلطه ما زالت في فنادق الخليج، ما زالت في الرياض. والاستاذ عبد الله يتكلم عن عوده الحكومه، الحكومه اشبه بنزيل فندق بعدن، لا تمارس سلطات حقيقيه، والجنوب العام خارج سيطره الشرعيه. وهذه التحالف الذي أتى لليمن بإعادة اسم السلطة للشعب اليمني انتهى به الأمر إلى تكوين فرق عسكرية خارج السلطة كما حدث في وفي غيرها من المناطق. لا توجد غرفة مشتركة مع الحكومة اليمنية بشكل دقيق. هناك مختلفة من الإمارة، المملكة كانت واضحة العيان. السلطة الشعب اليمني يمرن، والمسؤول اليمني ما في فنادق الرياض ينعم دولارات. كثير من الصحفيين والإعلاميين اليمنيين يستلمون دولار في الخليج وفي غير الخليج، ولهذا يقتلون المليح كله التحالف. التحالف يجب للنصيحة وصوت العقل. نحن الآن عندما نتحدث نريد إخراج الحقيقة بشكل عام من هذا المستنقع. التحالف ألقى بظلاله على الأزمة اليمنية، وليس لديه أي رؤية لما بعد إزاحة الميليشيات في المناطق المحررة. نعم. عليكم الآن المحافظات المحررة كعدن، ما الذي يمنع من عودة الرئيس هادي وممارسة السلطة؟ يعني اهتزت صورة الرئيس هادي والسلطة بشكل كبير فقدان الشعب اليمني، وأنا أحدهم. نعم دكتور احمد، يعني يبدو ان هناك ايضا مشكله بسيطه في الصوت، يعني ارجو ان يعاودوا الاتصال بك من جديد يعني يكون جوده الصوت بالنسبه لنا افضل من لديك. يعني بشكل عام يعني الدكتور احمد الدبعي لديه مآخذ كثيره على اداء التحالف العربي منذ قدومه، يعني وهو أشاد ربما بمهمة التحالف العربي في بدايتها، والجميع يعني يدرك ذلك، لكن مسألة المراوحة في أداء أو في مهمة التحالف العربي
العربي في اليمن تبدو واضحة للجميع، وإذا ما أخذناها بداية من الناحية العسكرية، يعني مسألة بقاء آلاف الجنود مخيمين على تخوم صنعاء منذ أكثر من عام ونصف، وأيضا يبدو قرار دخول صنعاء عاصمة اليمن مؤجل حتى إشعار آخر، كيف يمكن تفسيره أستاذ عبد الله؟ يعني أولا اسمحي لي أن أذكر ملاحظة مهمة، يعني لنعترف أن بعض أسباب هذا التساؤل الكبير عن مهمة التحالف العربي، والتي ربما وصلت إلى التشكيك في وجود أو أغراض التحالف العربي، هي كانت نتيجة للأحداث الأخيرة التي أقصيت فيها دولة قطر عن التحالف العربي، وهذا أمر يجب أولا أن نعترف به، لأن ما حدث بعد بهذا الحادث أكثر مما كان من قبل. يعني كان هنالك ملاحظات كلنا جميعا نذكرها على الحكومة الشرعية، ونذكرها أيضا على التحالف في بعض الأشياء، الأخطاء التي كانت تحدث من التحالف، إشكالية الحكومة الشرعية في عدم تواجدها الفاعل على الأرض، مع أنها ربما تستطيع أن تكون أكثر فعالية وأكثر قدرة على التحرك، الإشكالات التي حصلت من الحكومة الشرعية فيما يخص الفساد وفيما يخص التعيينات، كلنا جميعا نتحدث عن هذه الأمور بوضوح، لكن لم نذهب إلى أن نشكك في التحالف العربي وفي أهداف التحالف العربي إلا بعد الأحداث الأخيرة. هذا أمر. الأمر الآخر، ليس هنالك في الحروب معامل واحد، المعاملات في الحروب كثيرة جدا. نحن نتحدث عن معركة الحديدة، وكانت انتهت التخطيط لها على أنه سيتم الدخول إلى محافظة الحديدة ومدينة الحديدة. تدخلت هنالك معاملات كثيرة، ليست فقط لما تحدث عن الحديدة. أستاذ عبد الله، أولا الحديدة، إنه الحديدة نحن نعرف الظروف يعني التي أحاطت بمعركة الحديدة، لكنني أتحدث عن المعارك العسكرية، ربما عن معركة صنعاء، عن معركة تعز التي تتوقف القوات على تخوم هذه المدينتين المحافظتين. لماذا يعني لماذا هذه المراوحة في الأداء العسكري بالنسبة للتحالف؟ هل اكتفى بما أنجزه فيما يتعلق بالمحافظات الجنوبية مثلا؟ لا يمكن على الإطلاق. يعني الذي يتحدث سياسة ومنطق يقول أنه لا يمكن أن تتدخل السعودية لتحرير المناطق الجنوبية، والخطر الداهم هو على في الشمال الذي يهددها ويهدد حدودها ويهدد استقرارها. هذا منطق لا يمكن أن يتحدث به يعني من يقرأ الأحداث بشكل جيد. أما في نهم، أنا كنت أريد أن أضرب المثال بالحديدة لأسقطه على نهم، على هنالك ضوء يعني أحمر واضح ويبدو أنه دولي في موضوع التحرك في صنعاء، وأنا لا أعفي هذا الأمر. أنا دائما أقول أنه من المهم أن يكون هنالك شفافية ووضوح، لا بد أن يكون هنالك شفافية من التحالف ومن الحكومة الشرعية ومن أيضا من القوات المسلحة اليمنية أو الجيش الوطني، أن يذكر لماذا لا تتحرك مثل هذه الجبهات. أما في تعز فكما ذكرت هنالك إشكالات كبيرة للأسف، ولكن هذا لا يلغي أبدا أن هنالك جهد عسكري يحقق انتصارات كبيرة، وإن شاء الله سيكون هنالك تداعيات كثيرة لهذا الانتصار. أنا أرجو أن يكون قراءة الأمور بشكل ليس فيه عاطفة، ليس فيه تسرع، ليست القضية، نحن لابد أن ننظر إلى الأمور بشكل وقراءة سياسية أكثر منها أن تكون عاطفية أو أن تكون فقط يعني ردود أفعال. على أي حال أستاذ عبد الله، الحديث يعني هو تعقيبا على ما جاء في كلامك، الحديث ليس جديدا فيما يتعلق بتقييم مهمة التحالف العربي في اليمن، ولا علاقة له بالمستجدات الأخيرة في على مستوى الخليج. يعني هذه المشاكل يتحدث عنها اليمنيون ربما منذ الفترة أو الأشهر الأولى التي لحقت بعاصمة الحزم، والذي توقع كثير من المحللين العسكريين والسياسيين بأنها ستنجز مهمتها خلال الأشهر على حد أقصى. أستاذ أحمد الدباعي، برأيك هذه المراوحة العسكرية في أداء مهمة التحالف واكتفائها بتحرير بعض المناطق وتعنتها من إيصال المساعدات لمحافظات بعينها، كيف يمكن أن تفسرها؟ أفسرها كما قلت سابقا، أن هناك غياب رؤية استراتيجية لما يحدث في اليمن. الجبهات تدار بشكل منفصل ومنعزل، من جبهات نهم إلى جبهات تعز إلى جبهات مارب إلى وغيرها من الجبهات، وبالتالي أثر على الأداء العسكري الكلي للوضع برمته. فنرى الآن حصارا في تعز، ونرى
المناطق المحررة ليست بوضع مثالي بالمرة، الناس يعانون في كل أجزاء اليمن. كما قلت السلطة مشلولة، نحن نريد الآن عودة كنا حقيقية للسلطة بحيث أنها تبدأ تسير الدورة الدموية للاقتصاد اليمني وتبدأ باستعادة أنفاسها حتى تقوم بواجباتها. لكن حتى الآن الأمور ما زالت غامضة، لا ندري لماذا السلطة لم تعد بشكل حقيقي لليمن. دعونا من ترك هذه المغالطات، أنا رجل أكاديمي لا أحب لا عواطف ولا شيء. القضية وما فيها أن هناك غياب رؤية واضحة لما بعد خروج الميليشيات من الجنوب وخروج الميليشيات بشكل عام من المناطق المحررة. هنا غياب واضح للرؤية والاستراتيجية بحيث أن الدولة تستطيع أن تقوم بدورها المنوط بها. النقطة الأخرى أن المعارك العسكرية تتوقف وتتحرك بشكل عجيب جدا، تحركت في غرب تعز ثم توقفت ثم تحركت هنا وهنا وتتوقف. أرهق الشعب اليمني الآن يعاني، كل يعاني من مجاعة، يعاني من فقر، أغلب الناس لم يستمروا مشكلة. فنحن أمام تحق عجيب، وأنه أتى ليعاقب الشعب اليمني وليس لإنقاذه. تصرف حقيقة كأنه تصرف أبو، جعل الحكومة طفلا قاصرا تدبير الأمور، وعلى الشعب اليمني حقيقة شيئا من الصحية. أنا أطالب من هذا المنبر عودة الرئيس هادي أو الإفراج. هناك أخبار تقول أن الإقامة إجبارية على المسلمين في السعودية. دعونا هذه المعلومات، تصور لدولة لوضع جديد لا أراه يتم خرج من أجل الشعب اليمني. إذا لا توجد رؤية، لا توجد رؤية واضحة بالنسبة للتحالف العربي. أستاذ عبد الله إسماعيل والدكتور أحمد تحدث عن حقائق وقاع، ولا تحدث عن عواطف، والوقاع على الأرض تؤكد ذلك. يعني داخل التحالف العربي يبدو أن هناك أيضا عدم توافق وعدم وضوح في تخبط الرؤية فيما يتعلق بالملف اليمني داخل دول التحالف العربي، وهذا ما يبدو واضحا في أجندة التحالف في اليمن ما بين عدن وصنعاء وتعز وغيرها. يعني كيف يمكن أن تفسر أستاذ عبد الله ذلك، خاصة ونحن نجد بأن إحدى دول التحالف العربي باتت بشكل علني وواضح تدعم جماعات يعني خارجة عن القانون، جماعات يمكن وصفها بالمتطرفة والخارجة عن شرعية الرئيس هادي؟ يعني اولا عندما يعني اذا كان طرف يعني انا والاخر ضيفك يقول انه يتحدث عن حقائق، فالمفروض ان الاخر لا يشارك، لانه اذا كانت هذه حقائق وهذه مسلمات فلماذا اصلا استضاف لكي يعني اقول رايي؟ كثير من الامور هي اشاعات حتى تطرح لنا انت حقائق يعني من وجهه نظرك. لا انا لا اتحدث عن حقائق او غير حقائق، انا اتحدث عن مشاهدات وعن انطباعات وعن قراءه سياسيه، من حقي أن أقرأها ومن حق غيري أن يفندها. عندما نتحدث عن مؤامرات وعن تشويه وعن قيادة وعن دول عربية، وأنا أعرف ما هي الدول في داخل تقصدينها، وهي دولة أو يعني من دول التحالف العربي تدعم حركات إرهابية أو حركات متطرفة أو حركات خارج إطار الشرعية اليمنية، أعتقد أنه لابد أن يكون هنالك سواء يعني إثباتات. كل ما تم التحديث عنه في هذا الإطار هو غير حقيقي وهو عبارة عن يعني عن إشاعات. طيب كيف يمكن أن تفسر أستاذ عبد الله حتى يعني بما أنك تطلب الحديث عن وقائع وإثباتات، بماذا تفسر دعم الإمارات العربية في الجنوب للحركة السلفية بقيادة هاني بن بريك، وهو شخص يعني مقال من قبل الرئيس هادي وبالطبع عيدروس الزبيدي، كيف تفسر ذلك بالإضافة أيضا إلى دعمها لجماعة أبو العباس وهي الجماعة الأكثر تشددا في تعز؟ الإمارات لا تدعم بن بريك كشخص له حركة عقائدية في اليمن. الإمارات كان لها إلى حد ما مساندة لموضوع المجلس الانتقالي، وأعتقد أن هذا ما يراد أن يلصق بالإمارات، لكنها في كل الأحوال المجلس الانتقالي حتى الآن هو مجلس سياسي ولم يتحرك عن هذا الإطار إلى أكثر من ذلك، وهو في إطار الشرعية اليمنية، وهو أعلن أكثر من مرة أنه مع الشرعية اليمنية وأنه لن يخرج من إطار الشرعية اليمنية والتحالف العربي.
أما في مواضيع ما يحدث في تعز، أنا أريد أن في تعز أن نتحدث بكثير من المصداقية. إشكالية تعز ليست فقط في أبي العباس، ولكن في يعني في أحداث أخرى. نحن قبل يومين فقط كان هنالك اقتحامات، وكان هنالك استهداف لأحد الصحفيين ظهر في قناتكم وتم استهدافه، وكان هنالك كثير من الأحداث التي تستدعي من الشرعية. وأنا أقول بوضوح، الشرعية في تعز غائبة إلى حد كبير، ليس هنالك محافظ، ليس هنالك أداء مرشد في تعز. لماذا لا يتم تحرير محافظة تعز واستعادة الشرعية بشكل كامل إليها أستاذ عبد الله؟ هذا هو السؤال، وأنا دائما أتساءل هذا السؤال، وبالأمس أنا تحدثت عن هذا الأمر بوضوح. تعز لابد أن يعود إليها اهتمام الشرعية واهتمام. كيف يمكن أن تعود الشرعية أستاذ عبد الله إسماعيل؟ كيف يمكن أن تعود الشرعية إلى تعز ويمنع دخول التجهيزات العسكرية لتحرير المدينة عدا بعض الأطقم وبعض المعدات التي تصل لجماعة أبو العباس؟ كيف يمكن أن تتحرر تعز بهذه الطريقة؟ هل يمكن يعني أن نصدق أن تعز يعني تنتصر على الحصار لمدة أكثر من 3 سنوات وتحقق هذه الانتصارات التي لم تتحقق في جبهة واحدة في جبهات الجمهورية اليمنية دون أن يكون هنالك إسناد بالعتاد وبالسلاح؟ هذا سؤال يعني بسيط، أنا أرجو أن يتساءل عنه الناس. هنالك إمداد، هنالك دعم، ولكن هنالك اختلافات والشقاق. يا أستاذ عبد الله، أنت طلبت منا أن نتحدث عن وقائع، والجميع يعرف هذه الوقائع. تعز لا، نحن نشاهد بأنه مواجهة الإنقلابيين في تعز عبر الأسلحة الخفيفة والمتوسطة التي نراها من خلال التغطية الإعلامية للمعارك هناك. يعني تعز يعني يبحثون عن دبابة واحدة تصلهم ولا تصل. على أي حال، أتحول بهذه وجهة النظر هذه إلى الدكتور أحمد الدبعي، والذي يرى بأنه ربما أداء الشرعية في تعز أو ربما السلطة المحلية في ظل هذه الظروف هي التي عليها أن تحرر المدينة، وليس والأمر ليس مطلوب من التحالف يعني إنجازه في تعز تحديدا. بالنسبة لتعز القصة مؤلمة جدا. تعز تتعرض لمؤامرة كبرى من التحالف نفسه. تعز ذهبت المقاومة للالتقاء قبل فترة للالتقاء بالتحالف في عدن، فتم مقابلة فقط فصيل سلفي ليمثل تعز. تعز المدنية يمثلها فصيل سلفي ليس ممثلا للمحافظة، لا بحزب، ليس بحزب وليس بمنظمة من منظمات المجتمع المدني في تعز. ثم رأينا كيف تتدفق الأسلحة من معسكرات العمد إلى باتجاه شبوة وباتجاهات مختلفة، ويتم تجاهل تعز رغم أن تعز في المنطقة الرابعة. دعونا لا نغالط أنفسنا، هناك تعمد واضح لإبقاء الحصار في تعز، هناك تعمد واضح لتكتيف تعز. تكتيف تعز يعني بشكل واضح يمرر سيناريوهات في اليمن لا أحب ذكرها الآن، وأتمنى أن تكون مخطئة تخميناتي، ولكن الواضح حتى الآن أن تعز تتعرض لتجاهل. والآن الآخر عبد الله يتكلم ويقول أن هناك تقدم في المقاومة في تعز لولا الدعم. أي دعم؟ الناس يقاتلون ببنادق بسيطة، يقاتلون حفاة في تعز، أرهقهم القتال، يقاتلون ميليشيات مدربة وحرس جمهوري مدرب بأسلحة أعراق خفيفة في تعز وبدبابة واحدة، ثم يتحدث عن دعم. أي دعم هذا؟ تعز لم تحصل على دعم يتناسب مع قدر تضحياتها منذ سنين في خلق الثورة اليمنية والمساهمة فيها، وأيضا في منع الميليشيات الحوثية والعفاشية كما يقولون باتجاه الجنوب. إذن ما الداعي لهذا الحصار المطبق على تعز بحجة أن هناك فصيل؟ ونكون واضحين بحجة أن التجمع اليمني للإصلاح هو أكبر المكونات في تعز. هذا هنا تعز لا يمكن أن يتحكم بها فصيل أو أي حزب، وهناك عدة فصائل في تعز ثورية ولديها اتفاق بشكل جميل وبشكل مرتب، لكن تم تجاهل هذا وتم صبغ تعز فقط بأنها جزء من الإخوان المسلمين ويجب أن تحل عليها اللعنة. دعونا نتحدث الآن بصراحة، المحافظ ذهب إلى عدن لم يلتفتوا إليه، أنا كنت على تواصل مباشر. الرجل ذهب إلى عدن لم يعطوه رواتب للمحافظة ولم يعطوه قوات أمنية ليعود. هاجمت ميليشيات مسلحة هناك تابعة لأبي العباس في فترة من الفترات
أقسام الشرطة مما أثار الذعر وجعل المحافظ نفسه لا يمن على حياته. إذا نحن أمام وضع استثنائي مؤلم جدا في تعز. أطالب حقيقة هنا التحالف العربي. هذه النقطة تبدو واضحة أستاذ أحمد دبعي من خلال الواقع، وربما أصبحت أوضح بشكل أكبر من خلال خطاب وأداء يعني بعض دول التحالف العربي فيما يتعلق بمخاوفها من أحد الفصائل أو المكونات المشاركة في المقاومة ومعارك يعني إسقاط الانقلاب في البلد. برأيك أستاذ عبد الله، هذه المخاوف هل تبرر هذا التلكؤ في إنجاز المعارك العسكرية والسياسية في البلد، مخاوف تحديدا الإمارة العربية من حزب الإصلاح التي باتت واضحة وعلنية الأمس أكثر من أي وقت مضى؟ يعني أولا لكي أجيب على سؤالك لابد أن أوافق أولا على تجريم التحالف العربي في اليمن، وهو ما يحاول ضيفك الكريم أن يؤكد عليه. التحالف العربي جاء ككارثة على اليمن، التحالف العربي يتعمد حصار تعز، التحالف العربي يعني فاقد للوجهة. هو على أي حال لم يقل أستاذ عبد الله، فقط للتوضيح لم يقل، لكن هناك تحدث عن خيبة أمل كبيرة فيما يتعلق بتراجع أداء التحالف نحو المهمة التي جاء لأجلها. أنا شخصيا لا يمكن أن على الإطلاق أن أجرم التحالف العربي، ولا يمكن أبدا أن أرمي يعني عرض الحائط ما قدمته دول التحالف العربي لليمن، سواء كان من الناحية العسكرية أو الإنسانية أو غيرها. وأيضا أنا أؤمن أيضا أن هنالك عوامل كثيرة تتدخل في موضوع حل الأزمة في اليمن، لكن في كل الأحوال بمقارنتها مع أزمات أخرى فهي أفضل حالا من أزمات أخرى، لا أريد أن أذكر أمثلة. لكن الأهم من ذلك عندما نتحدث بصيغة قطعية عن أمور فيها قراءات سياسية، يعني فترة أوباما كان واضحا أن هنالك خطوط حمراء على تحركات التحالف العربي في كثير من الأماكن، وخاصة في منطقة صنعاء، وأنه لا دخول لمنطقة صنعاء. بعد مجيء ترامب تحركت الأمور قليلا، ثم تدخلت الأمم المتحدة لتوقف معركة الحديدة، مع أن معركة الحديدة ستستمر وهي آتية بكل ما تعني الكلمة من معنى. أن نذهب إلى أن إحدى دول التحالف هي تختطف القرار من التحالف العربي في وجود السعودية التي هي الدينامو في موضوع التحالف العربي، أيضا هذه قراءة خاطئة. بالتأكيد هنالك قراءات لبعض دول التحالف فيما يحدث في اليمن، هنالك محاولة أيضا لموضوع يعني تسوية الملعب، وهو ما حدث في بعض المناطق. الشرعية الآن معنية بموضوع تحويل المقاومة إلى جيش وطني، وأن تنصهر جميع مكونات المقاومة في داخل الجيش الوطني، وبحيث أنها تنتهي موضوع يعني أي تواجد لما يمكن أن يشبه الميليشيات خارج إطار الجيش الوطني. هذه خطوة مهمة جدا ستلغي مخاوف كثير من الدول من الدول التحالف العربي. وعلى لكن أستاذ عبد الله هناك من يرى العكس تماما. أستاذ عبد الله هناك من يرى أن الأمور تمضي بعكس هذا الطرح، وأن يعني هناك توجهات لدعم الميليشيات خارج إطار الجيش الوطني يعني في اليمن، ويعني على عكس ما تقول، وهذا ما هو واضح وظاهر في عدن على سبيل المثال وفي تعز. في عدن ليس هنالك الآن أي ميليشيات خارج إطار التجيش العسكري، سواء كانت الأحزمة الأمنية التي هي أيضا تتبع يعني تتبع تكوينات جيش، أو أيضا القوات الأمنية الموجودة. ليس هنالك الآن ميليشيات في الجنوب، ليس هنالك ميليشيات مثلا في مأرب، لكن هنالك ميليشيات أخرى في متواجدة في أماكن أخرى. يجب على الحكومة الشرعية أن يكون لها القول الفصل في موضوع إصهار، أن يكون هنالك انصهار لكل هذه المجاميع خارج إطار الجيش الوطني. ولا نتحدث عن الأمور لتوضع الأمور في نصابها. الأخ تحدث عن موضوع محافظ تعز، على محافظ تعز أن يكون شفافا، أن يكون واضحا، أن يتحرك وأن يعلن أن هنالك إشكالات، ما هي الإشكالات التي تواجهه، وأن يكون له موقف أيضا من هذه الإشكالات. علينا جميعا كإعلاميين أن يعني أن ندفع في اتجاه
حلول إشكالية تعز ودعم تعز، وأيضا لابد أن يكون هنالك يعني لا أفهم، لم أفهم على أي حال أستاذ عبد الله. طيب أستاذ أحمد، كيف تفهم بأنه على الإعلاميين وعلى المحافظ حل مشكلة تعز؟ طبعا إحنا عندما نتحدث عن تعز الآن نتحدث عن دلالة معركة استعادة الدولة وجزء مهم من الجغرافيا والمناطق التي تمثل يعني أساس كبير في استعادة الدولة، محافظة تعز التي لا غبار عليها، يعني كما أشار أستاذ يعني عبد الله وتحدث عن أن هناك خطوط حمراء فيما يتعلق بمعركة نهم وصنعاء وخطوط حمراء أيضا في معركة الحديدة، لكن لا يفهم أبدا ما موانع إنجاز معركة تعز. أستاذ أحمد، السؤال تحديدا هو استمرار هذا الخطاب من قبل التحالف العربي ومن يتحدثون باسمه، إلى أين يمكن أن يمضي بنا؟ يمضي بنا إلى الهاوية بصراحة. أعود للحديث عن تعز، القصة ليست قصة الإعلاميين ومحافظ وما إلى ذلك، القصة تعز لم تدرك كأولوية في ملف التحرير في أروقات التحالف العربي، لم تكن تعز حتى الآن ضمن الأولويات، لذلك محافظة تحاصرها ألوية من الحرس الجمهوري وميليشيات الحوثي يجب أن تكون معركة أيضا يعني ضمن أولويات المعركة العسكرية في اليمن. حتى الآن تعز تعتبر قصة استنزاف لا أقل ولا أكثر، هي توفر الآن للتحالف العربي بدل أن تنتقل القوات من تعز إلى الحدود على الشمال أو إلى الجنوب، أصبحت تعز تمثل هدية للتحالف العربي بأنها أوجدت بؤرة للميليشيات تتواجد فيها وعلى حساب آلام أبناء تعز. هذا الوضع المرير في تعز، لا يوجد أي حسابات لمعاناة ما يقرب من 4 إلى 5 مليون تعزي في اليمن، المحافظة الأكثر سكاناً في تعز والمحافظة التي ترفد الدولة بالأكاديميين والمدرسين والأطباء ومنظمات المجتمع المدني وقادة الأحزاب وما إلى ذلك، تم تجاهلها بهذا الشكل. ما أريد أن أقول، كان للتحالف العربي أولويات هي التحرير الجنوب عدن وما إلى ذلك، ورأينا التحالف العربي كيف ذهب إلى سقطرة ونسي تعز. ماذا في سقطرة من أولويات حتى نذهب إلى سقطرة؟ بالله عليكم لا يوجد أي أولويات. نحن بلد ممزق الآن متألم في وضع حرب، ثم قفز إخواننا الإماراتيون إلى سقطرة للحديث عن استثمارات وما إلى ذلك، وهناك بيع أراضي ومسألة أيضا دعم الإمارات لموضوع المجلس السياسي فيما يفهم بأنه يعني جهود لتفتيت البلد وانفصال البلد، كيف يمكن أن تفهم؟ دعيني أضيف نقطة. نعم، بالنسبة أنا لا أريد فقط، أنا أحمل التحالف العربي بشكل كامل، لا أحمل الإمارات كمفردة أو السعودية، أنا أحمل أتعامل كرجل أكاديمي، هناك تحالف عربي له قيادة، أحمل التحالف العربي. صحيح. هناك إنشاء لجماعات مسلحة خارج الجيش الوطني، هذه الجماعات ستكلفنا سنين لحلها وإدماجها بالمجتمع اليمني. نحن الآن شبه الحالة العراقية، هناك النخبة الحضرمية وهناك الحزام الأمني، هي أشبه بالحشد الشعبي في العراق. نحن نتيه، قضيتنا يا عالم قضية سهلة وبسيطة، نحن قضيتنا أساسا قضية انقلاب، تم انقلاب على الرئيس هادي، وطلب الرئيس هادي من أشقائه العرب إعادته مساعدته إلى العودة إلى صنعاء، ثم توسعت وكبرت المشكلة وأصبحنا أمام حالة أشبه باستئصال لوزتين لمريض بمنشار. تصوري أن تستأصلي يعني لوزتين بمنشار، كيف ستكون العواقب؟ الآن نتحدث عن انفصال في الجنوب غير معلن، نتحدث عن سلطة نائمة في فنادق الخليج واهتزت صورتها أمام المجتمع اليمني بشكل كبير، كأنها طفل قاتل لا تستطيع أن تتحرك في الخارج بشكل حقيقي، ولا تستطيع. انظر إلى وزير الخارجية اليمني، أين زار من الدول العظمى وأين زار وأين حرك الملف اليمني؟ جالس في السعودية بأوامر الرئيس هادي نفسه. هل تعتقد فعلا بأن الحكومة اليمنية تحت الوصاية؟ نعم، الحكومة اليمنية تحت الوصاية. انظري كيف تعاملت الإمارات مع الرئيس هادي عندما ذهب إلى أبو ظبي وعندما عاد إلى مطار عدن، تعاملوا معه كرجل عادي جدا، يعني ليس رئيس دولة. الرئيس هادي لا يستطيع أن يعود إلى عدن، لكنه لا يستطيع أن يتحدث بذلك صراحة.
الرئيس يعاني الآن من اهتزاز صورته، فأنا طالب من هذه القناة، طالب الشعب اليمني بإعطاء الرئيس هادي مولى للعودة إلى عدن، أو تجاوز الرئيس هادي نفسه، لأنه أصبح معضل الآن، لأننا سنمضي في نفق مظلم، سنتجه باليمن إلى يمنات متعددة، ونحن نشاهد امام عيوننا اليمن تضيع. لكن يبدو دكتور احمد، يعني ظهور الان او تلميحات من هنا وهناك لعوده الرئيس المخلوع صالح وابنه من خلال بعض التلميحات والتحليلات التي تظهر بين وقت واخر، خاصه في الفتره الاخيره، يعني هذا الحديث لا تعتقد بانه سيكون مناسبه جيده لتكريس هذا المنطق الذي ايضا تدعمه احدى دول التحالف العربي؟ نقطة هامة جدا. هناك الدول التحالف العربي تنظر للقضية اليمنية كجزء من الربيع العربي، وهناك نية لتصفية الربيع العربي في كل الدول، في ليبيا، في مصر، في اليمن، في كل الدول، في تونس. اليمن ليست استثناء، ولسنا أغبياء نحن في اليمن. هناك مغازلة للرئيس صالح. الرئيس صالح الآن تحت إقامة جبرية في صنعاء بسبب ميليشيات الحوثي، إلا أن هناك تعاملات من تحت الطاولة مع الرئيس صالح، مع الرئيس السابق أو المخلوع صالح. لا أستغرب أن تعيد دول الخليج نظام علي عبد الله صالح بشكل أو بآخر. المبادرة الخليجية الأولى كانت لإعادة علي عبد الله صالح بشكل أو بآخر. عاصفة الحزم أعتبرها امتداد للمبادرة الخليجية الأولى ولكن بشكل مسلح. والآن رأينا هناك تلميحات بإعادة علي عبد الله صالح أو نقله القاطن في الإمارات. رأينا تغريدات في تويتر لناس مسؤولين في دول خليجية تحدثون أو أيضا يهددون الرئيس هادي. هاي هنا المهزلة تكمن، يهددون الرئيس هادي بالتعامل مع أحمد علي عبد الله صالح. هذه النقطة تحديدا سأحيلها إلى الأستاذ عبد الله. طيب، كاملة للتحالف اليمني. كيف تفهمها أستاذ عبد الله إسماعيل، مسألة إهانة الرئيس هادي من قبل مسؤولين كبار في التحالف العربي، والتلميح لعودة المخلوع صالح ونقله ومغازرتهم بشكل علني؟ كيف يمكن أن نفهمه قبل استكمال المهمة التي قال أجلها التحالف، والتي هي تعزيز سلطة هادي وإزاحة انقلاب المخلوع؟ يعني أولا لابد أن تكون هذه حقيقة حتى تسأليني رأيي فيها. لم يصدر على الإطلاق أي إشارة على إعادة المخلوع أو ابنه، ولا يمكن أن تتجرأ أي دولة من دول التحالف العربي أو يمني الحديث عن عودة المخلوع بكل بعد ما يعني حدث منه كل ما حدث، يعني وتحالفي مع جماعة الحوثي وكل هذا الخراب الذي حصل. أنا على أي حال نحن نتحدث يعني عن تصريحات نشرت لمسؤولين إماراتيين أستاذ عبد الله؟ لا هنالك أي تصريح لمسؤول إماراتي على الإطلاق، هنالك كلام فاضي لبعض الأشخاص غير المحسوب على أحد، والآلة الإعلامية تحاول أن تكبر هذه المواضيع. لا يمكن أن يقبل على الإطلاق، لا يمكن أن يقبل يمني على الإطلاق أن يعود علي عبد الله صالح أو نجله، ولا أتوقع ولا أعتقد أن هنالك عاقل في الدول العربية أو حتى التحالف العربي يمكن أن يفكر في هذا الأمر. علي عبد الله صالح قتل من اليمنيين ومن غير اليمنيين، وذهب بالمنطقة إلى ما نحن فيها الآن. وبالتالي أنا يعني أنت تسأليني عن رأيي، لا ليس هنالك. أنا أتحدث، أنا إنسان صحفي، أنا رجل صحفي، أتعامل مع الوقائع والأحداث وأتعامل مع التصريحات الرسمية، التصريحات الرسمية وليست الإشاعات كما حدث في ما يسمى في سرقة واستئجار سقطرى، وأيضا سرقة دم الأخوين، والتي كل هذه الإشاعات المفترض أن جميعا أننا لا نتعامل معها، لأنها لابد أن نستند إلى حقائق حقيقية وأقوال. أما موضوع أنه عبد الله منصور هادي يتم تجاوزه، هذا هو ما يريده الانقلابيون بالتحديد، أن نتجاوز الشرعية الموجودة. الشرعية التي أنا أسميها هي شرعية شر لا بد منه. لا يمكن أن يكون هنالك حديث أو خطاب نتحدث فيه عن تجاوز شرعية عبد ربه منصور هادي، لأنه هي ما بقي من شرعية. إذا ما تجاوزناه سنذهب. طيب أستاذ عبد الله، إذا لم يكن ما تقوم به من الإمارات من في عدن مظلمة. نعم، إذا لم يكن هذا الخطاب الذي تبناه بعض المسؤولين الإماراتيين يعني حول الرئيس هادي من إهانة شخصية مباشرة له ومن تحدي لإرادته في عدن فيما يتعلق بإقالة مسؤولين حكوميين، وأيضا ما يقومون به في جزيرة سقطرى، والذي بالمناسبة تم نشر
الوثائق اليوم حول هذه الانتهاكات لقوات يعني للإمارات في سقطرى، كيف يمكن أن نفهمها؟ ما هو التفسير لذلك؟ أنا أتعامل مع حكومة شرعية لديها أدواتها في الحديث والتخاطب مع الناس. عندما حدثت الأحداث في مطار عدن انتشرت الأقاويل والإشاعات، وظهر محافظ عدن الشرعي يقول هذه الترتيبات ستكون من شأنها يعني أن يستمر المطار بشكل مستدام، وأعلن بالأمس بتصريح واضح أن مطار عدن أصبح تحت إدارة الأمن العام، وبالتالي أنا لا أتعامل مع أي كلام يعني عن أحداث أخرى ولا عن إشاعات. أنا لدي حكومة، هذه الحكومة أعلن محافظ سقطرى بوضوح، الذي أعلن حتى أنه ليس في المجلس الانتقالي، أعلن أن كل ما يقال عن هذه الأمور غير صحيح. أنا كصحفي تواصلت مع زملاء، أنا عشت في سقطرى لفترة طويلة ولدي زملاء آخرين عاشوا ولدينا من نعرفهم هناك، كثير من هذه الأمور فيها إشاعات كبيرة. أنا أرجو أن القضية لا تتحول إلى فقط عبارة عن يعني تسجيل مواقف ومواقف أخرى ستذهب بنا على اي حال. استاذ عبد الله، احنا نتحدث عن تسكيل مواقف وانما عن حقائق، وكنت حدثتك عن اننا نشرنا اليوم في قناه بلقيس وثائق تتعلق فيما تتعلق بسقطرى، وهذه ليس موضوعنا تحديدا، نحن نتحدث عن اجراءات اكبر مما يجري في سقطرى واوضح يعني بكثير. اتحول اليك استاذ احمد دبعي فيما يتعلق بالازمه الخليجيه الاخيره، كيف تقراها؟ يعني بعد عامين او ما يقارب الثلاثه اعوام من التدخل العربي، يكتشف التحالف العربي بأن واحدة من الدول المشاركة فيه تدعم الحوثيين، يعني كيف يمكن أن تفهم ذلك وما دلالة هذا التصرف؟ ما والله للأسف الشديد أن نرى دول الخليج تختلف بهذا الشكل، شكل بدائي حقيقة، يعني حصار دولة قطر وما إلى ذلك، ثم إيهام الشعب اليمني بأن قطر دولة قطر تقف مع الحوثيين ومع علي عبد الله صالح. بالعكس، أنا أرى أن دولة قطر لم تقف مع الحوثيين بالمرة يعني، ونحن نعرف من الذي أنزل الحوثي أصلا من كهوف مران إلى صنعاء. تحدثت صحيفة الجارديان عن ذلك وتحدثت صحف أجنبية. الأخ عبد الله، أعود لما قاله الأخ عبد الله، يريد أنا فقط أن أخذ الحقيقة من فم وزير الإعلام اليمني. الحقيقة يا عزيزي تؤخذ بشكل أو بآخر بشتى الوسائل. ما يجري في الأرض اليمنية لا يحتاج إلى أن نسمع من الحكومة اليمنية لكي نصدق ما يجري على الأرض. أن نسمع من مسؤول يمني يقول والله سقطرى تقع ضمن عباس أو ما إلى ذلك، ثم نقول الآن ثبتت رؤية هلال الفساد في سقطرى. هناك لدينا مصادر، كما لديك مصادر معلومات، لدي مصادر معلومات وتواصلت مع أبناء سقطرى أنفسهم وهم يشتكون من الوضع. أما بالنسبة أعود لقضية الخليج، أتمنى أن تحل قضية قطر ومع السعودية والإمارات بشكل أو بآخر بشكل سريع جدا، لأن ذلك يلقي بظلاله على المنطقة برمتها. يا عزيزتي، دول الخليج الآن تعاني بشكل عام من لحظات تاريخية مؤرقة. هناك انكشاف أمني لهذه الدول، دول غير قادرة على حماية نفسها، وبعد خاصة بعد أن كانت سياسة الولايات المتحدة الأمريكية من قبل أوباما وتركها لإيران. لا ندري بعد ثلاث سنوات ماذا سيفعل ترامب. المنطقة برمتها تعاني من لحظة قلق أمني وقلق مصيري وجودي حقيقة. لذلك أعتقد أن ما يجري أو اتهام قطر يقع ضمن ملف أو ما يسمى بالارتباك اللحظي هذا الموجود الآن. تطلق اتهامات جائرة، حتى رأيت الآن أيضا هناك قائمة تحوي أسماء الإرهابيين، منهم مستشار لرئيس الجمهورية نفسه الرئيس هادي. هل هذا بالله عليكم شيء منطقي أن نرى مستشار لرئيس الجمهورية الرئيس اليمني؟ هناك أيضا من يعتقد نعم، هناك أيضا من يعتقد دكتور أحمد بأن شرارة هذا الخلاف داخل دول التحالف العربي أو تحديدا بين الدوحة والتحالف العربي جاء على خلفية وقوف الدوحة ضد التحركات الأخيرة الرامية للانفصال في اليمن. هل يعني ذلك أن التحالف يدعم تقسيم اليمن أستاذ عبد الله؟ هذه هي الكارثة التي يريد البعض أن يسوقها عن التحالف العربي. التحالف العربي بدلا من أن يأتي إلى اليمن لينقذ اليمن من الاستلاب الإيراني ومن الطيش الحوثي والصالحي، يتحول إلى أن يأتي ليفصل اليمن. هذا كلام يعني أعتقد أنه من المعيب أن يصدر من أي أحد، من أي شخص يمني
يعني يقرأ الأمور بشكل حقيقي وينظر إلى ما كانت تتولي إليه الأمور. هذه كارثة والله عظيم على كل المستويات. نعم. عندما تتحول الأمور من قراءات سياسية للأحداث إلى عقدة إلى 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 محك لمحاكمة التحالف، وتتحول إلى 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 شكل من أشكال التخوين والتشكيك في التحالف العربي وفي المملكة. أستاذ عبد الله، يعني لا، نحن نتحدث الآن في سياق تخوين ولا تشكيك، يعني فقط يعني للتعقيب، نحن نتحدث الآن عن أخطاء موجودة على الأرض نحاول أن نقف عندها، خاصة مع هذه الأزمة الكبيرة التي حدثت الآن داخل يعني داخل منظومة التحالف العربي. أو أن يعني أنت تعتبر التحالف يعني منزه عن الأخطاء؟ أنا لم أقل كذلك، لا تقوليني، لم أقل، قلت لك في بداية المقابلة هنالك إشكاليات للشرعية وذكرتها لك، وإشكاليات للتحالف وذكرتها لك، لكن أن نصل إلى أن تسأليني وتقولي أن التحالف يأتي لهدف تحقيق الانفصال في اليمن، هذا سؤال أنا أرفضه عصرا شكلا ومضمونا. طيب، على أي حال، طيب، سؤال أخير أستاذ عبد الله، الآن بعد أن أزاح التحالف العربي قطر عن كاهله، وقطر التي كانت تدعم الحوثيين وكانت تعرقل إنجاز مهمة التحالف في اليمن، هل تعتقد بأن أداء التحالف العربي بعد إزاحة قطر من المشهد من الملف اليمني سيكون أسرع، ستشهد البلد يعني تحرير للمناطق غير المحررة واستعادة الدولة بوتيرة أسرع؟ أنا في تصوري نعم، أي ترتيب لوضع دول التحالف وإزالة الخلافات أو ما يمكن أن يكون من خلافات بينها سيؤثر تأثيرا إيجابيا على التحركات على الأرض وعلى دعم اليمن. وأنا أريد أن أشير إلى أن طيران التحالف لم يتوقف ولا لحظة واحدة منذ إعلان مقاطعة قطر، ولكن لابد أن يكون هنالك أيضا شكل موازي للتحرك على الأرض، وهذا أيضا ما أتوقعه في يعني في الساعات وفي الأيام القادمة. نعم. أتوقع أيضا أن يكون هنالك تحرك أكبر، يكون هنالك دفع من التحالف لتأكيد أنه لم يتوقف. نعم، توقعاتك. شكرا أستاذ عبد الله. توقعاتك أستاذ أحمد الدكتور أحمد الدبعي فيما يتعلق بأداء التحالف في اليمن بعد إزاحة قطر عن التحالف العربي؟ أولا، مشاركة قطر هي مشاركة رمزية، هناك من يصور قطر على أنها كانت روسية في اليمن، كانت تضع الجنود والمدرعات القطرية لا أقل ولا أكثر. التحالف تقوده المملكة العربية السعودية بشكل رئيسي والإمارات العربية المتحدة، هاتان الدولتان هما اللتين تقودا التحالف في اليمن بشكل رئيسي إلى جانب القوات السودانية. لكن دعيني أتحدث بالنسبة الآن للتحالف العربي، هناك أولويات يجب أن تكون واضحة للتحالف. إذا أراد التحالف أن يصلح ما يمكن إصلاحه في اليمن الآن، عليه أن يتحاور بشكل جاد مع السلطة، مع الرئيس هادي، مع ممثلي الشعب اليمني. نعم، تعزيز سلطة الرئيس هادي. أشكرك جزيل الشكر الدكتور. نعم. أحمد الدبعي، وأشكر أيضا الأستاذ عبد الله إسماعيل. في الختام تقبلوا تحياتي، أنا أسوان شاهر ومنتج البرنامج كمال حيدر والطاقم الفني للبرنامج، ألقاكم الأسبوع المقبل في نفس الموعد، في أمان الله.